كابتن شريف، اول مباراه للنادي الاهلي بعد ما فاز بالبرونزيه بتاعت كاس العالم انديه. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا شكل معنوي ونفسي جميل جدا. بنوصل للبطوله المحببه لينا زي بطوله الدوري العام كده، اللي هي بتاهلنا دايما لبطوله الانديه لكاس العالم اللي هي بطوله افريقيا. دوري المجموعات مباراه اولى، لازم يكون فيها معطيات كتير جدا، لازم يكون فيها تدخل فني من الاجهزه الفنيه. فنبعد خالص عن الشكل اللي احنا شفناه من الارهاق والتعب. انت عارف انت لعيب كوره، احنا لما بنرجع من بطولات زي دي بيحل على اللعيبه وعلى عضلاتها تعب كبير جدا. خلي بالك احنا لاعبين ثلاث ماتشات في اسبوع. في اسبوع تقريبا واحد. ده غير المعسكر اللي انت عامله قبلها كمان باسبوع. فانت عندك ضغوط نفسيه كانت كبيره قوي انك تحقق للكره المصريه وللنادي الاهلي. وكل ده كان بيتحقق الحقيقه بالشكل اللي انا هقول لك عليه، بالروح. لعيبه رجاله جدا، وصل لها كل الاهداف المطلوبه تجاه النادي الاهلي، من مجلس اداره لشكل الفني شكل اداري كله. لعيبه خدت كل ده وترجمته في الملعب. حتى مباراه بايرن ميونخ كان ليهم وجود وكان ليهم رجوله، بس فرق الامكانيات والتفاوت هو اللي كان في مصلحه بايرن ميونخ. النهارده احنا بناخد من سلبيات وايجابيات بايرن ميونخ والبطوله كلها. ايه الايجابيات اللي انا بتكلم عنها النهارده؟ في احنا عندنا ايجابيات كتير على فكره. كابتن كمان في في كاس العالم هي دي بجانب البرونزيه، يعني عندنا ارقام كمان للعيبه كويسه قوي في عالمية. عندنا ثقه في النفس كمان. في لعيبه اكتشفت ان اللعب مع الكبار واللعب قدام المحترفين بيتطلب هدوء نسبي، بيتطلب تعامل مع الكوره، تصرفات في الكوره، شكل الامثل اللي انت بتدور عليه من ملاعب لوجود لاعلام نفسه محوطك باهتمام كبير جدا. المعطيات اللي انا بتكلم عنها والشكل اللي انا ايجابيات اللي انا اتفرجت عليها كان في ماتش الدحيل الاولاني. الحقيقه عندنا ضغط على الخصم بشكل رائع جدا. عندنا تحركات من اللعيبه وخاصه التطور الهجومي. كان عندي تطور هجومي من فتره قبلها انا مش عارف يبقى لي وجود في الشوط الاولاني او احرز اهداف في اول شوط اولاني. فكان ليا الوجود ان انا احرز هدف واغير الشكل في بطولة عالمية. مش الشكل المحلي اللي انا كنت موجود فيه. فهو ده الشكل اللي انا بتمناه ان يكون الجهاز الفني حاطه للفريق، وبس فيه روح التطور الهجومي. التطور الهجومي بمعنى ايه؟ معنى انا النهارده لما بضغط وبيبقى عندي الاستحواذ الاكثر في جميع المباريات يبقى مترجم لاهداف. مزبوط. التطور الهجومي ما اقدرش انا ايمن افضل اهجم من ناحيه اليمين، من ناحيه اليمين وناحيه الشمال عطلانه عندي لغياب مثلا علي معلول النهارده، انما في لعيب كويس قوي زي ما انت قلت وحيد محمود وحيد. كل ما بتطلبه كل ما بتقوله انا عايز موجود، الراجل بيدي كل اللي عنده. اذا اللعيب عنده شخصيه وعنده ثقه في نفسه. بجميع اللعيبه اللي بيبقوا حواليه من نص ملعبك لما بيبقى جاهز بيعوض التقدم اللي هو بيطلعه، بيعوض تقدم محمد هاني، بيعوض بيعوض حاجات كتيره. ولما بيبقى نص ملعبك واقف على حيله، شايف عمدي فتحي، عمرو السوليه بيتمكن في الكوره الحقيقه، راجل عنده تيمبو، راجل عنده ايقاع. دايما يقول لك هو سوليه بطيء سنه، لا مش بطيء ولا حاجه، سوليه بيقرا الملعب كويس قوي. انما بيواكب سوليه عشان يبقى متفوق، تحركات قفشه، تحرك الشكل الهجومي اللي انا بتمنى، اللي زي ما كنت دايما اقول لك ايه، انا نفسي ابقى عندي اثنين قدام هم اللي يترجموا لي الانطلاقات بتاعه الاطراف اللي احنا بنطلع عليها. صحيح. وانا اللي نفسي النهارده الاستحواذ يترجم لتطور هجومي يكون بس وفي مستر موسيماني في اللعيبه.